زمان يقول لك الناس حين تغني أم كلثوم الاشتراكيون أنت إمامهم، يقول لك يا سلام ده النبي كان اشتراكي، مش اشتراكي بس ده هو إمام الايه الاشتراكية. نقول لهم أعطيتمونا حجة على غبائكم في فهم النصوص، اقرأ بعد ذلك ماذا قال، اقرأ ماذا قال الاشتراكيون أنت إمامهم، يعني قبل ما يجوا هم كنت انت بهذه المبادئ لولا دعاوى القوم والغلواء. يبقى انت اماميتك لهم لو لم يكونوا عندهم الدعاوى العريضة والغلواء داويت متئدا، وداووا ان ارادوا الدواء طفرة، واخف من بعض الدواء الداء. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني كأن الدواء الذي جئتموه لنا بالاشتراكية والشيوعية الدواء ده أخف منه الداء الذي كان قبلها. افهموا بقى الأبيات تانا هي الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء، يعني أنت في الدعاوى والغلواء أنتش إمامهم، أنت إمامهم في الإيه الاشتراكية الإيه اللي ما فيهاش دعاوى ولا إيه غلواء. داويت متئدا وداوى طفرة قصر، وأخف من بعض الدواء الداء. يعني يا ريتهم فطلوا بإيه؟